محترفين في تشكيلة المنتخب الأولمبي العراقي موجودين في التشكيلة الأساسية، كوميل سعد ليدستار السويسري وعلي الموسوي كوبنهاجن الدنماركي. وهنا محاولة منتخب الأولمبي خطيرة خطيرة، مباراة في مرمى المنتخب الأردني لاحظ منتظر والعمل الكبير من منتظر، وهذا هو المنتظر من منتخبنا في هذه البطولة وهذه المباراة. والمحاولة بشكل ممتاز لعبت عن طريق منتظر يستغلها بلند بشكل ممتاز ومر من أمام دانيال عفاف لاعب ومدافع المنتخب الأردني ليسكنها على يسار حارس المرمى أحمد الجعيدي. أحمد الجعيدي حارس المرمى للمنتخب الأردني يقف متلام، والعراق الآن يتقدم على المنتخب الأردني بهدف مقابل لا شيء. هجوم الآن للأردن، هذا هو المطلوب وهذا كان هو اللي نتمناه، البداية القوية لمنتخبنا على حساب المنتخب الأردني وخطر للمنتخب الأردني وركلة جزاء والحذر من أمين الشناينة، ركلة جزاء يحتسبها الحكم السعودي فيصل البلوي في أقل من دقيقتين حصل على خطأ. لاحظ داخل منطقة الجزاء ومنتظر محمد يرتكب خطأ داخل منطقة الجزاء منتخبنا، وأمين الشناينة يحصل على ركلة جزاء للمنتخب الأردني. رد سريع للنشامة، رد سريع للنشامة على حساب محمد أبو النادي، هل يسجل التعادل أم سيتألق حارس مرمان الحارس كوميل سعد لإنقاذ المرمى؟ وهنا يتقدم ويسجل هدف التعادل، هدف تعادل للمنتخب الأردني عن طريق اللاعب محمد أبو النادي، ويضع الكرة على يمين الحارس كوميل سعد وهدف تعادل للأردن، يسجل هدف التعادل في مرمى منتخبنا الأولمبي. 1-1 أصبحت النتيجة، بداية قوية لكلا الفريقين، كان الحذر واضح على الأداء لمنتخبنا وللمنتخب الأردني، لكن جاءت بلند حسن، هذا هدف منتخبنا الأولمبي بعد المرور الممتاز عن طريق بلند وبالمباشر وعلى الطائر، بلند حسن يسجل لمنتخبنا. أربيل في المرحلة الثانية ممتاز جدا مع المدرب عباس عبيد، كرة عادت الوسط مصطفى، عملية تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن، الموسوي يلقي الكرة الأمام إلى نهاد داخل منطقة الجزاء، الله على الأوندي، حسين عبد الله يسجل هدف ثاني، روعة الهدف، الله 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 على منتخبنا الأولمبي. حارس المرمى للمنتخب الأردني لاحظ العمل من نهاد، نهاد محمد يحكس كرة داخل منطقة الجزاء وهوب عن طريق اللاعب حسين لاوندي يسكنها براسه في مرمى المنتخب الأردني ليسجل ثاني الأهداف لمنتخبنا الأولمبي. الله على هدف ثاني، على هدف ملعوب، على هدف جميل، على رأسية رائعة عن طريق اللاعب حسين لاوندي يضعها صعبة على الحارس. فيصل آل بلوي الحكم السعودي أدار الشوط الأول بنجاح كبير، الحكم السعودي عادت لمنتخبنا الأولمبي عن طريق الجانب الأيسر، منتخب الأردن يريد أن يهاجم منذ بداية الشوط الثاني، هذا الريالات ومحاولة على التسديد، هدف تعادل، هدف تعادل للمنتخب الأردني، هدف تعادل، هي دخلت للمرمى منذ البداية، منذ البداية وفرحة لاعبي المنتخب الأردني بهدف التعادل. العراقي لاحظ الإعادة وهذا اللاعب محمد أبو النادي هو اللي سجل الهدف الأول، الآن يدرك هدف التعادل، لاحظ هي دخلت الشباك، دخلت المرمى، دخلت المرمى بأول تسديدة تابعها عرفات، لكن هي مرت إلى الشباك، مرت إلى الشباك، ويسجل محمد أبو النادي هدف التعادل وثاني أهدافه في هذه المباراة.